كابتن حمدي ان هو هيشوف العناصر الاساسيه بتاعته. صحيح. في حاله ان الصفاقس التونسي تفوق على المجمع البترولي من اول شوط، هيصعب على كابتن حمدي ان هو يشوف جميع العناصر بتاع صفاقس التونسي. صحيح. كابتن محمد شايف نفس الكلام ولا شايف حاجه مختلفه؟ والله هو انا اللي انا واثق منه ان كابتن حمدي هيصور الفرقه ديت برضو، حتى لو هو موجود في الملعب وهيتفرج عليهم هيصور وهيقعد بالليل يعمل سكاوتنج على الفرقه كلها ويشوف مراكز القوه والضعف فين، ويعمل محاضره بكره بعد تمرينه الصبح عشان يشرح للفرقه بتاعه النادي الاهلي مواطن القوه والضعف بتاعه الفرقه بتاعه صفاقس. انا مش شايف الجهاز المحلل الاداء او محلل، ما هو مش شرط يكون في محلل الاداء، ممكن هو والجهاز اللي معاه كل واحد بيمسك مجموعه من اللعيبه ويعرف ويعمل السكاوتنج بتاعه عليهم. يعرف مواطن القوه والضعف، فين افضل بلوك، فين اقوى ضريب فيهم، فين اقل منهم استقبال، العب عليه مين القصير فيهم، مين الطويل، العب بالكره العاليه من عند مين، العب الكره السريه من عند مين. دي مش محتاجه ان يكون في محلل، ممكن انا قاعد كمدرب ومساعد المدرب معايا احلل الفرقه دي كلها واكتب قدامها، والصبح بعمل تمرينه لو عندي حاجه صعبه قوي بمرن الفرقه عليها الصبح وبعيد عليها تاني في تمرين بعد الظهر قبل المباراه، لان معروف ان دايما في الكره الطايره او النادي الاهلي اسلوبه ان هو بيمرن يوم المباراه الصبح. تمرينه الصبح دي بتبقى عمليه فك العضلات، ولو في حاجه مراجعه بسيطه جدا ما بيبقى لا يتعدى الساعه التمرينه كلها قبل المباراه. بعدي على كل الاخطاء اللي انا وقعت فيها في الماتش اللي قبليه ونقط القوه والضعف في الفرقه الناحيه الثانيه بشرحها في الملعب. وقبل المحاضره بعمل محاضره قبل المباراه بساعتين او ثلاث ساعات نظرية. بقول نفس الكلام ده نظريا. فما اظنش ان الموضوع ده هيفوت على الكابتن حمدي او الجهاز المعاون له. هتتصور الفرقه وهيتشرح كل الكلام ده عليه. عشان نفس الكلام يا كابتن لا. طبعا هو بالنسبه لكابتن حمدي وكابتن ياسر وكابتن ايمن، طبعا هم اكيد النهارده هيعملوا سكاوتنج على الفريق صفاقس التونسي، نقط الضعف ونقط القوه فين، فين هلعب الارسالات بالنسبه لي، فين هضرب بالنسبه لي، هختار الجنب انه جنب ان انا اشتغل عليه كتير. فدي بترجع للمدير الفني. صحيح. يعني النهارده المدير الفني هو بياخد لقطه سريعه جدا على الفريق وبيعرف نقط ضعفه فين ونقط قوه فين، وعلى اساسها بيبني اجتماعه مع فريق الاهلي المحاضره الاخيره النهائيه قبل مقابله صفاقس غدا ان شاء الله. طب شايف حضرتك برضو معادي الساعه 6 المباريات كلها النادي الاهلي دي تسمح له يعمل تمرينه صباحيه ولا لا؟ لا ده اكيد اكيد. طول عمرنا متعودين النادي الاهلي لازم يتمرن تمرينه صباحيه قبل المباراه. واثناء البطوله جميعا واحده او اثنين لو ساعات بنشوفه في افريقيا وحتى لو واحده اثنين برضه يقدر. اصل بتبقى لا انا ممكن اعملها بس بعملها في الاوتيل، مش ممكن اروح الملعب، ممكن ما اروحش الملعب. ممكن في الاوتيل 10 دقائق ما بين تسخين بسيط وجري خفيف واسترتشات وخلاص، تبقى فك عضلات بالنسبه للعيبه بس فقط. انما انا قصدي اقول ان هو بس واحده اثنين ما حصلتش قبل كده كابتن هيثم ان نلعب اصل النادي الاهلي خصوصا ان العدد عدد الفرق قليل عشان اعمل الساعه 2 والساعه 4 دقايق. انت بتتكلم في مجموعه تكون 12 فرقه زي افريقيا زي افريقيا ممكن تعمل تبدا من الساعه 2 او من الساعه 3، انما بالنسبه لعدد فرق خمس فرق. طيب احنا لازم هنروح ارض الملعب وننقل المباراه الافتتاحيه لبطوله البطوله العربيه لكره الطائره سيدات ما بين صفاقس التونسي ومجمع بترول الجزائري، فالى هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي النادي الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا. وهذه أرق تحيات المعلق علاء متولي، حيث نستهل معكم افتتاح البطولة العربية رقم 19 للسيدات للكرة الطائرة، والتي ينظمها النادي الأهلي والمقامة على مجمع الصلاة بمدينة نصر. اللقاء الأول الذي يجمع بين فريق الصفاقسي التونسي والمجمع الجزائري، بطولة فيها معانا هنا هو خمس فرق بيشاركم معانا في هذه البطولة. إن شاء الله نستمتع معكم بهذه المباراة. وبداية يمكن نعتذر عن ان احنا بدأناش معاكم من البداية، وادي النتيجة 6-4 لصالح الصفاقسي التونسي، بقت 6-5 النتيجة. وادي اعادة، وادي اهو ارسال كورة حلوة ملعوبة، شوطة سحقة حلوة. ادي رقم 7 من الفريق الجزائري، سارة بالحسين بتلعب الكورة وعلى طول بتسجل منها النقطة السادسة. ادي استعداد الفريق الصفاقسي اللي جاي النهاردة ومعاه محترفات اكيد في اي توقف هقول لكم الاسماء. ومرة تانية سارة بالحسين تلعب، انما استقبال جيد جدا وطلوع وعلى طول سماتش، انما ترجع مرة تانية للمنطقة الخلفية تترد مرة تانية في ملعب التونسي، ودي على طول ترجع مرة تانية. واضح من البداية ان كل فريق بيحاول. الله، حلوة قوي كرة الخاطفة دي، ودي سماتش حلوة قوي ودفاع من الليبرو جميل جدا من لعيبة الصفاقسي، وترجع مرة تانية وعلى طول. يعني عايز اقول واضح جدا ان اللقاء من البداية صعب وخارج الخطوط، خارج الخطوط يسجل بيها فريق المجمع الجزائري النقطة السابعة. ودي اللعبة كانت اللي لعباها نهال كبير، ادي هي مرة تانية وطلعت وطلعة وعاملة كل شغل كويس قوي بتاعها، انما لا خسارة تطلع بره الملعب. مرة تانية الارسال، شايفين كده من ساعة ما وصلنا معاكم الملعب والفريق المجمع الجزائري متفوق. كانت البداية سريعة للفريق التونسي، انما تخرج الكورة بره. وادي قدام مننا المدير الفني ياسين حلوي مدرب الفريق الجزائري، وادي ارسال تونسي وتتلعب بره تانية وتردها الليبرو، ترجع مرة تانية وعلى طول تتلعب الكورة في ملعب الجزائري، تتلعب خفيفة كده ترجع وعلى طول تروح مرة تانية وتصويبة من المنطقة الخلفية للفريق الجزائري، تستفيد منها اللاعبة ياسمين أودني وتلعب الكرة ونوصل معاكم للنقطة 8 والوقت المستقطع الفني. عارفين طبعا في المباريات الدولية الوقت المستقطع الفني في 2 وقت مستقطع فني بيطلبوا، لما فريق يوصل للنقطة الثامنة وبعدين الفريق المتفوق يوصل للنقطة الـ16. نروح بقى للتشكيلة اللي موجودة معانا اللي ما قلناهاش. في فريق الصفاقسي التونسي خلود صمود رقم 2، شروق القلعي رقم 4، عزيزة الصامت 5، 6 جيهان محمد، 7 فاطمة الخراط، 10 بوليتا ليكوفا الأوكرانية، 13 كارولين برينو البرازيلية، 14 ريم ميساوي، 15 نهال كبير، 16 نهى بوراوي، 17 نهاد نوراوي، و 18 سلام أتريعي. وآدي علم الاتحاد العربي، وانتهت الدقيقة. على فكرة الوقت المستقطع الفني مدته دقيقة، إنما الوقت اللي بيطلبه المدير الفني للفرقة مدته 30 ثانية. نعود للملعب، وفي أي توقف آخر ممكن نبقى نقول لكم أسماء الفريق الجزائري. وادي إرسال من فريق تونس وتتلعب، وحائط الصد يطلع مع الكرة، إنما تخبط الكرة في حائط الصد وتبقى أوت وتحسب نقطة لفريق المجمع الجزائري. هتلعبها ياسمين أودني، عارفين الإرسال بيلف اللعيبة اللي تنجح في لعب الارسال. ادي اهو ارسال خرج بره،
لما يرجع بقى الارسال مره ثانيه لفريق جزائري لاعيبه اخرى بيتجهوا بيتغيروا او بيغيروا اماكنهم حسب اتجاه عقارب الساعه. وادي كوره مع رقم 7 فاطمه الخراط تلعب الكرة استقبال جيد جدا وعلى طول بيدخل حائط الصد من الفريق التونسي وسعداء جدا بحائط الصد اللي عملوه والكرة نزلت جوه الملعب. ادي اهي تصويبه وحائط الصد ناجح تمام يقدر ان هو يسجل. وادي سعادة محمد الطرابلسي المدرب لفريق تونس تلعب مرة تانية وعلى طول حلوة حلوة خاطفة جميلة اتلعبت جميلة جميلة يسجل منها الفريق الجزائري اللي واضح من البداية ان هم مهتمين باللقاء اكتر او بادين بداية سريعة. وادي محمد طرابلسي زعلان على الكورة اللي فاتت. ارسال كهينة شطوط اللاعبة الجزائرية تلعب انما خارج الملعب. عملت ارسال من اعلى انما كوره خارج الملعب وهتروح لرقم 10 اعتقد بولينا هي اللي هتلعب الاوكرانيه الارسال. هنشوف هل بولينا رقم 15 نهال كبير هي اللي لعبت الارسال. على طول استقبال جيد من لاعيبه الجزائر وحلوه حلوه حلوه ساحقه جميله جدا سماتش جميل بتعمله اللاعبه دلال عاشور. ادي بص شوف حلوة قوي صناعة اللعبة اللي فاتت دي وسجلت منها. دلال عاشور هي اللي هتلعب الإرسال. شايفين معظم اللاعبات خلاص ما بيلعبوش إرسال من أسفل كله بقى إرسال من أعلى وعلى طول ساحقة حلوة. إنما دفاع قوي من المنطقة الخلفية للفريق الجزائري مهتمين جدا بدفاعهم وعلى طول تخبط في الليبرو رقم 15 نهال كبير وتخرج بره الملعب. ادي اهي بتتعاد لنا مره اخرى وتفوق ويعود التعادل مره اخرى. انما شكل الملعب لغايه دلوقتي ما يقدرش يحدد لنا مين الفريق اللي هيتفوق على الاخر. المباراه ماشيه نقطه هنا ونقطه هنا مفيش فريق قدر يتفوق حتى الان. دي البطوله رقم 19 اللي بتقام. البطولة دي بدأت سنة 98 وكانت بدأت في تونس. وآدي على طول إرسال إنما خارج الملعب من الفريق الجزائري المجمع البترول الجزائري وتروح يروح الإرسال للصفاقسي التونسي. إرسال جيد تلعب استلام مرة تانية بتلعب من ناحية مركز ثلاثة إنما تخرج بره الملعب ونقطة للمجمع البترولي. إرسال هتلعبه اللاعبة عائشة مزمات استقبال من أسفل وهذه على طول كرة سريعة إنما دفاع قوي جدا من المنطقة الخلفية جزائري وسماتش إنما خارج الملعب ونقطة لفريق الصفاقسي التونسي ونعود للتعادل. طبعا دايما بنقول هذا الشوط بينتهي لما فريق يصل للنقطة الخمسة وعشرين بشرط ان يكون الفريق نقطتين. يعني لو الفريقتين سجال قوي تبقى 25-23 يبقى نجح الفريق انه ياخد الشوط. ودي محاولة تونسية ودفاع قوي جدا من المنطقة الخلفية بيستفيدوا جدا بالدفاعات فريق الجزائري. انما حائط الصد اللي دايما قوه الفريق الصفاقسي من مركز ثلاثه بدرده تخرج منهم الكوره الى خارج الملعب. قبل كده قدر الحائط الصد ان هو يستفيد بنقطه انما الدرده تخرج بره الملعب. وارسال هتلعبه اللاعبه زهره بن سالم استقبال جيد طلوع دفاع قوي متميزات جدا لاعبات المجمع بالدفاع في الخط الخلفي. ادي اهي وبتتلعب من الخط الخلفي تعود مرة تانية انما تلحقها قبل ما تخرج وتردها لان احنا عارفين الكرة ما تعودش اكتر من 3 نقلات. وادي على طول الكرة بتلمس لاعبة من فريق الصفاقسي. ادي اهي بص اتحطت منطقة عكسية لا نزلت الملعب نزلت الملعب وتحتسب ويتقدم فريق المجمع
البترولي الجزائري بفارق نقطتين. إرسال استقبال جيد تونسي، وادي ساحقة حلوة جدا، حلوة حلوة حلوة، أول مرة كرة تنزل في المنطقة الخلفية في الملعب الجزائري سريعة وتتحسب للفريق التونسي ويعود الفارق لنقطة. وإرسال تونسي هتلعبه جيهان محمد، جيهان رجعت لورا عشان تطلع كرتها صح، وادي على طول للمرة الثانية غلطة أو خطأ من المنطقة الخلفية في المجمع البترولي، وأعتقد فاضل نقطة ونروحه للوقت المستقطع الفني الثاني. مرة تانية فاطمة وجوه الملعب ويتعادل أو يتقدم الفريق التونسي ونروح للوقت المستقطع الفني. 16-15 هي دي نقاط الشوط الأول بين فريقي الصفاقسي التونسي والمجمع البترولي الجزائري. هنروح لبعض الإعادات في الوقت المستقطع ونقول لكم أسماء لاعبات المجمع البترولي. رقم 1 الليبرو سليمة حموش، 2 كهينة شطوط، 3 زينب بن حامد، 6 أسماء جبار، 7 سارة بالحسين، 8 زهرة بن سالم، 9 جهرة عطوش، 11 نسرين مروان، 12 دلال عاشور، 13 ياسمين أدني، 14 ليندا بويهاج، و15 عائشة مزمات. النهاردة حكامنا في هذه المباراة حكم أول مي المكاوي، والحكم الثاني مروة حسني، والاثنين من مصر. دول حكامنا اللي موجودين. دايما بنقول الحكم الأول هو اللي بيبقى في الجهة المقابلة قدامنا على الكرسي العالي، والحكم الثاني بيبقى في الجهة المقابلة ليه تحت. ادي اهي تلعب ارسال انما في الشبكة وتبقى نقطة للمجمع الجزائري. جميلة جدا رياضة الكرة الطائرة، من الرياضات او نقدر نقول اكثر رياضة ما فيهاش اذى بدني. يعني ايه؟ كل فرقة لوحدها، ما فيش لعيبة بتخش على لعيبة وتحتك بيها ويخبطوا بعض. وادي نروح للعبة دي مرة تانية، وادي استقبال جيد جدا من اسفل فريق المجمع وترد مرة تانية وتدخل ملعب الفريق التونسي، وادي على طول تتلعب بالمنطقة الخلفية تتراد وملعوبة جيدة جدا رايحة في آخر الملعب بتسجل منها اللاعبة الجزائرية النقطة 17. اللاعبة عائشة سجلت منها، وادي إرسال هتلعبه سارة بالحسين، سارة إنما يلمس على طول اللاعبة الأوكرانية وتسجل منها النقطة 18 لاعبات المجمع البترولي الجزائري. إن شاء الله عقب هذه المباراة هتكون في مباراة أعتقد إنها جماهيرية مصرية 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 ما بين النادي الأهلي بطل مصر وبطل البطولة الماضية، وما بين نادي اسكندرية الرياضي سبورتنج. مفروض البطولة دي كان يشارك فيها ثلاث فرق من مصر لكن فريق نادي الشمس اعتذر. وادي كرة على طول ماتش هايل جدا بتلعبه اللاعبة جيهان محمد من الفريق التونسي، وترجع للنقطة 16. بص شوف طلعة عاملة ارتقاء هايل جدا ودخلت زي ما الكتاب بيقول، عاملة سماتش هايل جدا بيسجل منه الفريق التونسي. ونروح مرة تانية لإرسال أحلام الترعي، وتروح بقى ترجع مرة تانية استقبال من ليبرو الفريق التونسي وملعوبة من الأوكرانية إنما ترد مرة تانية وخارج الخطوط وبتلمس إيد لاعبة من المنتخب أو فريق تونس. آدي أهي لمست اللاعبة اللي على حائط الصد رقم 3، وتروح إرسال ياسمين أدني من المجمع تلعب الكرة ترد مرة تانية في المنطقة الأمامية للصفاقسي، تلعب استقبال جيد جدا إنما تخرج بره الملعب. استقبال جيد جدا من اللاعبة سارة بالحسين، استقبلتها حلوة هي وبتعتذر
انما استقبالها جت الكوره خارج الملعب، انما ما زال فريق المجمع متقدم بفارق نقطه. هل يا ترى النقطه دي هنفضل رايحين جايين في هذا الشوط؟ اعتقد مباراه زي دي متكافئه ممكن نصل بيها للشوط الفاصل، هنشوف. معروفه مباريات كره الطايره مش بالوقت، بالنقاط، واحده من الرياضات اللي ما تقدرش تحدد توقيت المباراه هيخلص امتى، انما ممكن لو فريقين متنافسين او متقاربين بتبقى المباراه صعبه جدا توصل ل 3-2 او 5 اشواط، وممكن مباراه تخلص 3-0 والكوره بتتعاد مره اخرى، وادي الاسماتش وحائط الصد تخبط فيه وحاولت لاعبه من المنطقه الخلفيه تلحقها، انما يعود التقدم مره اخرى 20-19 للمجمع البترولي. بتلعب الكوره كهينه شطوط، استقبال جيد من المنطقه الخلفيه، وادي سماتش هايل 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 هايل، انما يا خساره بتخرج بره الملعب. والله الكوره طالعه حلوه قوي من اللعيبه، اعتقد بولينا الاوكرانيه هي اللي عامله السماتش اللي فات ده، انما بتخرج الكره خارج الخطوط وفي وقت مستقطع اعتقد اللي طلبه المدير الفني محمد الطرابلسي للفريق التونسي، لأنه هو متأخر في النتيجة ومدته 30 ثانية. تلقوا دايما هذه الرياضة من الرياضات السهلة جدا الجميلة جدا الترويحية السياحية، يعني لو شفنا بطولات الكرة الطايرة الشاطئية قد إيه بتعمل رواج سياحي، سواء البطولات الأولمبية أو البطولات القارية أو بتاع. رياضة كرة الطايرة من الرياضات الممتعة لما تستعملها لما تلعبها، رياضة من الرياضات الجميلة اللي ما فيهاش أي أذى، ما فيهاش أي مشكلة خالص. وادي النتيجة قدام مننا أهو 21-19 وانتهى الوقت المستقطع، والكورة مع كهينة شعلوط أو شطوط من الفريق الجزائري تلعب الكورة استقبال وعلى طول هل هتلحقها؟ أدي لحقوها فعلا ويرجعوها لملعب التونسي. سماتش انما معمول بذكاء جدا، معمول بذكاء ما فيهوش قوه، اتعملت كده لوب جميله جدا من فوق حائط الصد، ابص اتحطت بذكاء ما فيهاش ما كانش فيها قوه، الكره دي لو كان فيها قوه ما كانتش جابت النقطه للفريق التونسي. وهتلعب نهال كبير الارسال استقبال من المنطقه الخلفيه للفريق وعلى طول سماتش انما خارج الخطوط، وتبقى نقطة التعادل. نعود مرة أخرى للتعادل، بقول لكم مباراة يعني غاية في الإثارة، مش هنقدر نحدد مين الفريق اللي هيفوز بهذه المباراة. ومرة أخرى وادي الأوكرانية بتلعب الإرسال وترجع مرة تانية تخبط في الحلقة في الشبكة، وعلى طول جنب الخط كده رايحة عاملاها حلوة قوي اللاعبة زهرة بن سالم، بص طلعت عملتها مستقيمة أو خبطت في الحائط، بيعتمدوا على الحائط في منطقة ثلاثة إن هو فريق التونسي لغاية دلوقتي، لأن قوة الإرسال أو اللعب كله محصور من ناحية مركز خمسة الفريق الجزائري. ودي مرة أخرى تفوق بفارق نقطتين للفريق الجزائري، و وقت مستقطع مدته 30 ثانية، وادي إعادة سماتش بالسيخسارة خرجت بره الملعب. إن شاء الله نستمتع معاكم بهذه البطولة، يعني جدولنا في هذه البطولة النهاردة الأهلي هيلعب مع سبورتنج الساعة 6 إن شاء الله، باكر الاثنين هيبقى شباب السودان مع سبورتنج الساعة 4، والأهلي والصفاقسي دي هتبقى مباراة قوية جدا الساعة 6. يوم الثلاث شباب السودان مع مجمع البترول الساعة 4، سبورتنج والصفاقسي الساعة 6، وتخبط الكرة
في الشبكة وتروح بنقطة لفريق الصفاقسي التونسي، ادي محمد الطرابلسي، والكورة من رقم 10 ولينا لينكوف الأوكرانية، استقبال جيد جدا، وتعود مرة أخرى للبرازيلية، إنما تسقط جوه جنب الشبكة وتبقى نقطة لفريق المجمع الجزائري. ادي اهي حطت ايديها من فوق الشبكة اللاعبة رقم 7 سارة بالحسين، كانت فيها قوة منها. ادي نقطة، هل يا ترى بقى دي نقطة الشوط؟ وارسال من عائشة، استقبال تونسي وسماتش، تخبط على طول في عائد الصد وتخرج وتروح النقطة للفريق الصفاقسي. 24-23 لصالح مجمع البترول. ما زال فريق المجمع لو خسر الصفاقسي هذه النقطة يفوز بهذا الشوط. وتخبط في الشبكة ويفوز مجمع البترولي 25-23 لتصبح نتيجة الشوط الأول 25-23 لصالح مجمع البترول. هنغير الملعب ونروح للفترة أو الشوط التاني. قلنا المباريات عندنا لغاية يوم الثلاث، يوم الأربع إن شاء الله هيكون راحة، الخميس هتكون في الساعة 4 مباراة مجمع البترول مع سبورتينج، والساعة 6 شباب السودان مع الأهلي، ويوم الجمعة اليوم الختامي مباراة الساعة 4 ما بين شباب السودان والصفاقسي التونسي، وآخر المباريات مجمع البترول مع النادي الأهلي. أيوة. امبارح كان فيه الاجتماع الفني لهذه البطولة، وحضروا ممثلين الاتحاد العربي والسيد خالد نصيف سليم رئيس الاتحاد المصري ومندوبين الأندية، وزي ما احنا عارفين مدير هذه البطولة هي الكابتن هناء حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والإعلامية القديرة ونجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر القديرة. لحظات ونبدأ معكم الشوط الثاني إن شاء الله. ما زلنا معاكم على قناة النادي الأهلي وأول مباريات البطولة العربية رقم 19 للكرة الطائرة للسيدات والتي يستضيفها النادي الأهلي، واللي مقامة على الصالة رقم 2 بمجمع الصالات بمدينة نصر. ادي بنشوف بعض اللمحات والإعادات الجيدة. يمكن زي ما قلت لكم ان مباراة الكرة الطايرة من المباريات المحببة جدا للشباب وبخاصة للجنس اللطيف، لانها رياضة من الرياضات اللي ما فيهاش اي نوع من الاذى ابدا. يعني ممكن زي ما احنا شايفين الفرقتين بينهم شبكة، عكس بقى ما تتفرج على رياضة مثلا فيها التحام زي كرة اليد، كرة القدم، الهوكي، انما رياضة نقدر نقول عليها تستمتع بيها في اي مكان. وزي ما قلت من لحظات، كرة الطايرة الشاطئية اصبحت النهاردة مش رياضة تنافسية فقط اكتر ما هي رياضة سياحية، لما تبقى موجود على الشاطئ في جو جميل جدا ممتع. حتى بقت الشركات دلوقتي بتستخدم هذه البطولات للدعاية السياحية. مفيش كلام ان استثمار الرياضة في
جلب السياحة بيفرق كتير جدا في أي دولة متقدمة بتحاول إنها تستفيد، لأن الشباب أدي الحكم الأول بتستعد، كابتن مي المكاوي بدأت أهي تجهز نفسها وبنستعد لاستئناف اللقاء. وشوط أول انتهى بتقدم المجمع البترولي على الصفاقس التونسي ب 25-23. هيبقى على يمنا المجمع البترولي الجزائري بالفينيلا البيضاء والشورت الأسود، وعلى شمالنا الصفاقسي التونسي بالزي الأسمر الكامل. وادي قدامنا حكامنا، الحكام طبعا زي ما احنا عايزين نقول برضك بيبقى زي ما قلنا الحكم الأول اللي بيبقى قاعد على الكرسي اللي فوق هو حكم الأول المباراة، قدامه الحكم الثاني، في ظهر الحكم الثاني بيبقى موجود الحكم الثالث المسؤول عن التسجيل، وفي أربع حكام زي ما احنا شايفين اهي، حكم ورا اهي معاها العلم اللي لابسه التريكواز، أربع حكام في الأجناب بيساعدوا الحكم الأول على إنهم يكتشفوا إن الكورة نزلت جوه الملعب أو خرجت بره الملعب، وبيشاوروا بالعلم، ولو في لاعب أو لاعبة حصل منه موقف سوء يعني سوء سلوك او حاجه يقدروا يشيروا للحكم ويقولوا له عليه. اذا عندنا اربعه حوالين الملعب وثلاثه يعني سبع حكام موجودين في الملعب، وادينا بنستعد لبدايه الشوط الثاني. وبتخرج اللاعبه فاطمه الخراط، وهنبدأ بإرسال من كهينة شطوط لاعبة المجمع الجزائري. وإرسال استقبال تونسي، سماتش إنما تنزل جوه الملعب، وأول نقطة لفريق الصفاقسي التونسي. آدي إعادة مرة أخرى، طلع حطها بشكل كويس جدا. ارسال تونسي، وعلى طول من على الشبكة بتطلع اللاعبة رقم 15 من فريق الجزائر عائشة مزمات، وتسجل نقطة التعادل. يعود الارسال مرة اخرى، اللاعبة كهينة شطوط تلعب الارسال استقبال، وعلى طول انما في الشبكه الكوره، وتبقى نقطه لصالح المجمع البترولي. 2 مجمع البترول، 1 الصفاقس التونسي في الشوط الثاني. دايما كنا نبص على اللوحه اللي فوق اللي جديد على كره الطايره وما يعرفش، دايما بيتابع كره قدم اكتر من الكره الطايره، بنقول له خد بالك من اللوحه اللي فوق، هتلاقي اهو في سهم احمر، يعني بيقول لك الارسال مع الفريق اللي راح له، اللي عنده الارسال اللي هو الصفاقسي اللي هو سي اس اس، وجنبه 2 دي اللي هو الشوط اللي احنا فيه، انما 0 و1 اللي تحت دي الشوط الاول اللي خلص. اللي بيتابع معنا هذا اللقاء والاول مره مش عارف احنا فين دلوقتي، بنشرح له وبنقول له الكلام. طبعا احنا ما بنحاولش دايما نشرح للناس اللي فاهمه كره طايره، لان هو مجرد اتفرج لو قافل الصوت وبيتفرج على المباراه فاهمها وعارفها وفاهم لعبته كويس، انما دايما دورنا ان احنا بنشرح هذه الالعاب. يعني لو نفتكر زمان كره القدم اول ما بدات، كابتن لطيف علم الناس الاوفسايد والانسايد والبلانتي والبنالتي وبدات الناس تتعلم كره القدم من خلال التعليق وتحفظ القوانين. النهارده لما نتابع من قناه النادي الاهلي بطوله كره طايره، ويكون واحد اول مره بيتابع رياضه كره الطايره، ادي اهو نقطه بتطلع، خد بالنا بقى اللاعبه بتاعه تونس عملت ايه، الكره وهي في الهواء دخلت وحطت ايديها من غير ما تلبس الشبكه، كملتها نزلت جوه الملعب، واصبح التقدم لفريق الصفاقسي التونسي 4-3. فريق الصفاقسي التونسي اللي هم لابسين اللون الغامق ده مننا ده الاسمر، وادي ارسال بتلعب استقبال من اسفل، انما تخبط، اتخدعت في اللعبه لاعبه الفريق الجزائري، وطلعت معاها لاعبه مركز 4. بص عملت ايه،
طلعت معاها كده يعني خداع بدون لبس كوره من اللاعبه نهى براوي، واستفاد منها الفريق التونسي ومتقدم الفريق التونسي 5-3. وادي استقبال وعلى طول انما تخرج بره وتصبح النتيجه 6-3، تفوق بفارق 3 نقاط للفريق التونسي، وارسال استقبال جزائري ترد مره تانيه ملعب التونسي، وادي على طول بتتلعب من المنطقه الخلفيه وتعود مره اخرى وسماتش وتعدي الكوره وتعدي، انما بتنزل بره الملعب ونقطه للصفاقسي التونسي. وادي اهي الكوره عدت ما لمستش وتخرج بره الملعب وتبقى النتيجه 7-4 للصفاقسي التونسي. ارسال تلعبه ريم ميساوي، استقبال جيد وسماتش بتلعب نما حائط صد جيد، ترجع مره تانيه ترد مره اخرى، وادي محاوله وتخبط الكوره في حائط الصد التونسي وتغير طريقها وتخرج بره الملعب وتبقى نقطه لفريق المجمع البترولي. هتبدا المباراه تسخن معانا واحده واحده كل ما هنقرب للنتيجه. وادي هي اتلعبت خبطت في حائط الصد وتخرج بره الملعب. ارسال تلعبه زهره سالم، ترد مره تانيه انما تخبط، وشايفين الحكم الاول هناك بتشير بان الكوره لصالح المجمع البترولي وتصبح النتيجه 7-5. اهي خبطت في الشبكه وزعلانه جدا وتروح وتبقى ارسال، هتلعبه زهره بن سالم لان كان الارسال اللي فات معاها، والكوره تخبط في الارض وتتحسب بنقطه لفريق المجمع البترولي، ونرجع لفارق نقطه. لا مباراه فيها تجانس. وادي اهو تبديل اول، بتظهر اللاعبه كهينة شطوط وتخرج اللاعبه دلال، يحق للحكم انه يبدل. المدرب يبدل، ممكن يطلع السته وينزل سته تانيين، عارفين احنا الفرقه 12، سته في الملعب وسته جوه بره الملعب. وادي استقبال جيد جزائري، تعود مره اخرى ومحاوله تصويب واستقبال جيد من المنطقه الخلفيه للمره الثانيه، وعلى طول انما خارج الملعب، ما حددتش لاعبه الفريق الجزائري اللاعبه رقم 2 كهينة لعبت الكره انما خرجت، وتصبح النتيجه 8-6. ونروح للوقت المستقطع الفني الاول. قلت لكم قبل كده الوقت المستقطع الفني في المباريات الدوليه لما نوصل للفرقه توصل للنقطه 8 بيدي الحكم دقيقه وقت مستقطع فني، ولما نوصل للنقطه 16 ده غير الاوقات المستقطعه اللي بيطلبوها المدربين، وقت اللي بيطلبه المدرب 30 ثانيه، انما الوقت المستقطع ده دقيقه. نروح بقى نستمتع لو احنا بنسمع الاصوات من الملعب، هنشوف المدربين بيقولوا ايه. ادي كابتن محمد الطرابلسي المدير الفني لفريق الصفاقسي. قدامنا اهي الحكم مي المكاوي، وادي الحكم التالي مروه حسني، وارسال تونسي، استقبال جيد من المنطقه الخلفيه، وادي دفاع قوي ومن غير ما تبص حبت تلعب اللعبه، اعتقد الاوكرانيه لعبتها من غير ما تحدد مكان الشبكه، والكره تخبط في الشبكه وتروح نقطه. بص رجعت لها ما بصتش على الشبكه كويس، طلعت من ايديها الكوره ضعيفه تخبط في الحلقه ويبقى ارسال جزائري، ومره تانيه تخبط وتعود وشوطه من المنطقه الخلفيه، وتعود مره اخرى تحت الحلقه تتلعب هاي فولي، انما ترد مره تانيه وحلوه حلوه حلوه حلوه
حلوة، كرة خادعة، كرة خادعة اتلعبت جميلة جدا، بياخد بيها الفريق التونسي. بص الكرة دي اتعمل كأنها داخلة تشوط جامد جدا وراحت لعبتها خبطت في أكتر من لعبة وعادت مرة تانية. وادي الكرة مع لعبة كهنا اثنين، لا اثنين هنا التونسية، خلود صمون ونقطة للمجمع البترولي، وتصبح النتيجة 9-8 لصالح الصفاقس. بنذكر مشاهدينا على قناة النادي الأهلي إن الشوط الأول انتهى بفوز المجمع البترولي 25-23. وادي نقطة ليه يعني لعبوها. بص كان اعتراض كده من لاعبات التونسيات في الكرة اللي فاتت لكنها خرجت بره الملعب، والحكم الأول أشارت بأنها خارج الملعب، كانوا متخيلين انها كره تصالحهم لاعبات الصفاقسي التونسي. وعلى طول كره سريعه، دفاع قوي من المنطقه الخلفيه للمجمع البترول، وادي مره ثانيه دفاع من ليبرو الفريق التونسي، وتعود مره ثانيه للاعيبه الليبرو، انما في نقول عليها ايه دبل الكره، خبطت كده على مرتين في ايديها. او هنا في لمس شبكه اعتقد، سامت الشبكة، وتبقى 10-9 للتونسي والتعادل. ادي اتلعبت خبطت في حائط الصد وتنزل في الملعب، وادي اهو زعلان جدا من اللعبة اللي فاتت ياسين جلولي المدير الفني لفريق المجمع البترولي. وكرة خارج الخطوط ونقطة وتقدم الصفاقس، عاد مرة أخرى للتقدم، كان وصل إنه تقدم فريق التونسي في بداية الشوط الثاني أكثر من 3 نقاط، إنما واضح إن اللقاء ده هيكون سجال متكافئين قريبين بعض. وادي تلمس وتخرج خارج الخطوط وتبقى نقطة تعادل مرة أخرى للمجمع البترولي الجزائري. محمد الطرابلسي واقف على الخط لاعباته فريق التونسي، وإرسال لمجمع البترول هتلعبه كهينة شطوط، تلعب إرسال من أعلى، استقبال إنما استقبال مش قوي، كرة إنما قدروا يعدلوها، ومرة تانية وعلى طول حلوة بتتلعب الكرة من اللاعبة نهال كبير وتسجل منها النقطة الـ 12 لمجمع البترول. يتقدم المجمع البترولي 12-11. بنذكركم ان الشوط مدته 25 نقطة، مش بالدقيقة مش بالوقت، الشوط 25 نقطة. تختلف الكرة الطايرة عن كرة القدم وكرة السلة انها بالوقت، لا الكرة الطايرة بالنقاط زي التنس بالظبط. وإرسال جزائري، استقبال جيد تونسي، ودي كرة تتلعب تعود مرة أخرى إنما خارج الملعب، ونقطة للصفاقسي. الصفاقسي 12 مجمع البترولي 13، ودي إعادة للكرة لمست رقم 15 من المجمع عائشة وخرجت بره. استقبال وتتلعب هايلة جدا إنما تخبط الكرة في الليبرو وتخرج بره الملعب، وتبقى نقطة أخرى للمجمع البترولي، ويتقدم المجمع 14-12. بقي له 11 نقطة على نهاية هذا الشوط، لو قدر يفوز يبقى بيتقدم 2-0، قدر الفريق التونسي يكسب هيروحوا ل1-1. وهذه نقطة تونسية ويعود الفارق لنقطة بين الفريقين. وادي اعاده للعبه مره اخرى وارسال كارولين البرازيليه تلعب الارسال، ترد مره تانيه تلقوا قبل كده فريق التونسي عنده 2 محترفات. وادي الكره على طول بتتلعب من الخط الخلفي اعتقد رقم 13
اللي مسجله كارولين البرازيلية للعبة الإرسال هي اللي عملت الكرة اللي فاتت دي وجابت منها نقطة جميلة جدا، وهتلعب الإرسال مرة أخرى. يعني عملت إرسال وكسبت فرقتها، ودي إرسال قوي آخر. هو ده بقى الفرق عند المحترفات، يعني أنا جايب محترفة عشان تفرق معايا في بعض الوقت. أهو ده لعبتين ثلاثة اللي عملتهم كارولين تفرق. كارولين هتلعب الإرسال للمرة الثالثة، إنما الدور ده حسدناها، خرجت الكرة خارج الملعب وتبقى نقطة لفريق المجمع و15 15. إرسال جزائري على الإرسال عائشة، تلعب الإرسال عائشة ترد مرة تانية، وحلو ماتش جميل جدا من اللاعبة رقم 2 خلود صمون، بتسجل نقطة التقدم اهي، واخدها قطرية بشكل كويس جدا، تسجل منها تقدم بفارق نقطة، ووصلنا للنقطة 16 ونروح للوقت المستقطع. الفن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وأول مباريات البطولة العربية رقم 19 للسيدات واللي بتستضيفها جمهورية مصر العربية وبينظمها النادي الأهلي. مرة أخرى نعود بعد انتهاء الوقت المستقطع الفني، والكرة إرسال تونسي، استقبال نقطة لصالح الفريق الجزائري والتعادل 16-16. تعود مرة أخرى الإرسال للاعبة زهرة بن سالم، إرسال جيد واستقبال جيد، عود مرة أخرى وسماتش، إنما تنزل جنب الخط، تنزل جنب الخط، خدعت اللاعبات الجزائريات أهي، لفت ونزلت جنب الخط والحكم أو بص عايزة تقول إيه، الكرة برة، إداري الفريق أو طبيب المساعد المدرب حكيمة عايزة تقول الكرة برة، ودي نقطة أخرى ليه الفريق التونسي. ووقت مستقطع بيطلبه المدير الفني ياسين جلولي لفريق المجمع البترولي. عادي بانوراما جميلة جدا جابها لنا مخرجنا للصالة رقم 2 مجمع صلاة، تحفة تحفة، يعني نفخر بهذا المجمع اللي شهد أحداث كثيرة جدا. تذكر أول بطولة عالمية لمنتخب مصر للشباب في كرة اليد، قدرنا نفوز بطولة عالم في التسعينات، لسه هذا المجمع كان مستقبل بطولة العالم للشباب لأول مرة تقام لكرة السلة في جمهورية مصر العربية في هذا المجمع، يعني مجمع هايل جدا. نعود للقاء مرة أخرى وإرسال تونسي واستقبال، وتتلعب بالمنطقه الخلفيه الفريق الجزائري، استقبال جيد وعلى طول سماتش هايل جدا، اعتقد ان اللاعبه الاوكرانيه بتسجل منها بولينا لينيكوفا، ادي اهي بص من الخط الخلفي طلعت سماتش صاحب جميل جدا، وادي شايفين شباب السودان وصلوا الملعب بيتابعوا اللقاء، انما الارسال تخبط الكوره في الشبكه وتبقى نقطه لصالح الفريق الجزائري. إرسال
هتلعبه ساره بالحسين. ساره ارسال استقبال جاي التونسي تروح للليبرو ماتش انما خارج لمست ولا خرجت، لا دي دخلت جوه الملعب وبتسجل فيه لاعبات الفريق التونسي النقطة العشرين وبتقرب للنقطة 25. دخلنا بقى للنقاط الفعالة في نهاية الفترة أو نهاية الشوط، هل يتعادل الفريق التونسي وتصبح النتيجة 1-1 في الأشواط ولا هيكون في كلام للاعبات الجزائر؟ وادي استقبال بقتال على الكرة، لكن الكرة تخبط أكتر من 3 مرات وتخرج وتصبح لصالح فريق الصفاقسي. ادي اهي تعود مرة أخرى، استقبال مرة تانية، حصل رعونة في اللعبة اللي فاتت دي. و21-17 وتخرج تخرجها لاعبات الجزائر لبره الملعب 22-17. هل هيطلب وقت مستقطع المدير الفني ياسين؟ قالوا لي فعلا 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 بيطلب الوقت المستقطع، عايز يقول لهم في ايه؟ احنا كنا ماشيين كويس، ايه اللي حصل لكم؟ انتوا طبعا ده كلام جزائري، انما الناحيه الثانيه هنلاقي فريق الصفاقسي التونسي اهو محمد الطرابلسي على وجهه نوع من الارتياح في اداء لاعباته في الثلاث لعبات اللي فاتوا اللي خدوا بيهم 3 نقاط، فرقوا باكثر من 4 نقاط وبقى الفارق 5 نقاط وقريبين بفارق 3 نقاط لانهاء الشوط وتصبح النتيجه 1-1 ويعودوا مره اخرى للمباراه. انتهى الوقت المستقطع وادي النتيجه قدام مننا اهي على لوحه الاستاد، 22 الصفاقسي التونسي 17 مجمع البترول الجزائر. والارسال مع الفريق الصفاقسي وادي سليم جلولي والارسال هتنفذه اللاعبه خلود جوه الملعب، اعتقد بقى في هدوء لحظات. وادي اهو استفادوا من الوقت المستقطع لعيبه الجزائر وهدوا شويه وقدروا ياخدوا نقطه و22 18 وارسال مع مجمع البترول، هتنفذ الارسال اللاعبه ياسمين اودني استقبال جيد وماتش هايل هايل ودفاع قوي جدا من فريق جزائري وتعود مره اخرى استقبال وتعود مره اخرى وصراع على الكره من يفوز بذه النقطه. وعلى طول نقطه جزائريه، نقطه جزائريه و22 19 مثير اللقاء، ممتعه كره الطايره مفيش كلام. تتخيل ان المباراه خلاص بانت لفريق انما تجد الفريق الاخر لعبه فيها انكار الذات، لعبه الكره الطايره من الالعاب اللي كل لاعب او كل لاعبه بيلعب لصالح فرقته. وادي اهي ساحقه تونسيه ودفاع قوي جزائري وتعود مره اخرى ومره اخرى تتلعب الكره المنطقه الخلفيه وسماتش ويكسب بيها الفريق التونسي نقطه، لمست ايد لاعبه جزائريه وخرجت بره الملعب والنقطه 23 للصفاقسي التونسي. ادي قدام مننا اللاعبه ياسمين اودني اعتقد بتخرج وارسال تلعبه فاطمه خراط ولسه الكوره مع الفريق التونسي وفرصه ياخدوا بيها نقطه اللعبه دي وتعود مره اخرى وتنزل الكوره خارج الملعب وتصبح لفارق. ادي الحكم الاول بتشير ان النقطه لسار، ادي الكوره خارجه اهي واعتراض انما اشارت بان النقطه لصالح مجمع البترول. كابتن مي المكاوي حكمنا الدوري. ارسال كهينه شطوط من مجمع البترول استقبال جيد وادي على طول الكره خاطفه كده من على شبكه انما ما خدعتش مجمع البترول ودفاع قوي جدا حائط صد هايل وكره تتلعب من خلف الخطوط انما مره ثانيه استقبال من اسفل وادي استقبال ثاني اللي بنقول عليه دايما البجر تترد مره ثانيه ومحاولة تونسية لخطف هذه النقطة. ويا سلام تعود مرة أخرى كرة رايحة ما بين الشبكة هنا وهنا وعلى طول
كرة خادعة 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 تلعبها البرازيلية المحترفة البرازيلية، سقطتها بص بذكاء، عملتها ازاي؟ من خلف حائط الصد، سجل بيها النقطة 24، ويقترب الطرابلسي من الشوط بآنساته، وتلعب نهال كبير الإرسال وتعود مرة أخرى وهتخرج وتبقى نقطة 21 لمجمع البترول. هيروح الإرسال لمجمع البترول. بنلعب في الشوط الثاني مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، من أولى مباريات البطولة العربية رقم 19 للكرة الطايرة للأنسات. وادي استقبال تونسي، وسماش وتخبط الكرة وتخرج بره وتنتهي ينتهي الشوط بتقدم الفريق الصفاقسي التونسي 25-21، بتصبح النتيجة 1-1. اهي هتتغير النتيجة قدام مننا، والفرقتين هيغيروا ملعبهم خلاص. بقى اللي بيتابع لأول مرة بيشوف رياضة الكرة الطائرة، بنقول عليها الكرة الطائرة، عكس بقى ما بنقول ايه كرة القدم بدون ألف ولام وكرة السلة بدون ألف ولام، لا الكرة الطائرة هو ده اسمها باللغة العربية. اتحاد أقصي، وتصبح نقطة أو خرجت بره، دي خرجت بره. وادي أخرى تتلعب من اللاعبة خلود وإرسال غير جيد ويخرج بره الملعب، وتبقى 11-8 لصالح مجمع البترول. ادي كابتن محمد، ادي ياسين جلولي، وادي ارسال من اللاعبه ياسمين أودني، وتعود مره اخرى وبتلمس لاعبه من مجمع البترول، وتبقى نقطه لصالح الصفاقسي 11 الفريق الجزائري 9 الفريق التونسي. وادي هي بتعود مره اخرى، وادي اهو المدير الفني للفريق الجزائري. ارسال هتلعبه اللاعبة ريم نساوي من الصفاقسي، استقباد من المنطقة الخلفية، وادي على طول حلو حلو حلوة شوطة جميلة من نهال كبير، بتسجل منها النقطة ال 12. ارسال هتلعبه كهينة شطو، كهينة استقبال من خلود، وادي كرة خادعة بتلعبها بشكل كويس جدا اللاعبة فاطمة الخراط من فريق التونسي، وتاخد بيها النقطة العاشرة. ادي ظاهرة سليمة حموش لفريق الجزائري، وادي شفنا رد الفعل من على الدكة. ارسال تونسي، ويبدو ان فيه تبديل. ارسال هتلعبه نهال كبير، نهال استقبال من المنطقة الخلفية جزائرية، وعلى طول تخرج الكورة، اتلعبت بمنتهى القوة من اللاعبة دلال عاشور انما خارج الملعب. ادي هي طلعت ما نزلتش بكف ايديها شوية، دي اللاعبة رقم 15 عائشة عثمان. عود مرة تانية الإرسال تونسي، استقبال تونسي جيد، وجملة كويسة جدا لعبتها لاعبات الفريق التونسي، لكن تخرج خارج الخطوط وتصبح نقطة لصالح مجمع البترول 13-11. والإرسال مع اللاعبة دلال عاشور من مجمع البترول، إرسال استقبال من المنطقة الخلفية، إعداد تعود مرة أخرى، ويدخلوا اثنين في بعض من لاعبات الفريق الجزائري، وتتحول النقطة الفريق التونسي، وينزل الفارق إلى نقطة. أدي هبص بقى لما يخبطوا مع بعض اثنين، أهو أهي بيتعدها لنا مخرج اللقاء وجاب لنا السبب في النقطة دي. أدي اللاعبة رقم 13
البرازيلية. كارولين عملت 3 ارسال مع بداية هذا الشوط، افادت فرقتها بشكل كبير جدا. ومرة تانية ماتش انما تعود مرة اخرى، ومرة تانية انما الدور ده بتتلعب بسهولة مش بقوة، يردها الفريق الجزائري وترجع مع فريق تونسي، ومرة تالتة تعود وبتحاول لاعبات تونس انها ترجع الكورة وتنزل مرة تانية. وتخبط في الشبكة وتبقى نقطة للفريق التونسي، ويعود فريق الصفاقسي للتقدم مرة أخرى. آدي فريق السودان قدام مننا، وإرسال ما زالت كارولين لاعبة المحترفة البرازيلية مع الصفاقسي معها الإرسال، تلعب استقبال جيد إعداد، وكرة هايلة 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 تدخل. هي اعتقد اللاعبة البرازيلية اللي عملت اللعبة دي وسعيدة جدا بالكرة اللي فاتت لعبتها من ورا حائط الصد. يا سلام، سقطت كده ما بينهم، اداء هايل جدا، واضح جدا ان لاعبة متمكنة. ويطلب على طول المدير الفني الجزائري الوقت على المقطع. انتهى الوقت المستقطع، وتعود اللاعبات وتقدم فريق الصفاقسي التونسي في الشوط الثالث 15-13. نتيجة الأشواط حتى الآن 1-1. وكارولين المميزة في مباراة اليوم حتى الآن، وهذه إرسال جيد جدا واستقبال جزائري، وتعود مرة تانية واستقبال من كارولين من الحط الخلفي، وتطلع وتلعب الكرة، إنما تلعب ضربة ساحقة حطها بشكل جيد انما خارج الخطوط. اهي خارج الخطوط، شفنا الحكم وزعلان الطرابلسي، كان عايز النقطه دي، كان عايز النقطه دي، كانت تفرق. او شوف حتى اللوحه او النتيجه كتبت غلط ورجعت اتعادلت تاني، وادي نقطه التعادل لفريق المجمع البترول. مباراه متكافئه حتى الان، ما تقدرش تحدد الفرقة اللي هتفوز بهذه المباراة. وإرسال جزائري، وتخبط في الشبكة من اللاعبة عائشة، وادي كارولين بتخرج وبتنزل بدل منها اللاعبة ريم مساوي. ووقت مستقطع فني. ادي شباب النادي الاهلي والجماهير طبعا، اللقاء القادم، اللقاء اللي احنا فيه ده دلوقتي الاصوات هاديه في الملعب، انما المباراه القادمه الاهلي يا جماعه، المباراه القادمه هنستمتع اكيد بلقاء مصري ما بين النادي الاهلي بطل مصر ونادي اسكندريه الرياض سبورتنج. نادي اسكندريه الرياض سبورتنج كان طالع الثالث في الدوري الموسم الماضي، وكان نادي الشمس في المركز الثاني، انما دائما مبارياتهم بتتسم بالنديه، واكيد هتكون مباراه قويه جدا هنستمتع. لا تتركوا قناه النادي الاهلي، هيكون اللقاء في السادسه مساء ان شاء الله، وهيكون معاكم معلق لهذه المباراه كابتن احمد علاء ان شاء الله في مباراه الاهلي واسكندريه سبورتنج. ما زلنا في مباراه الصفاقسي التونسي والمجمع البترولي، والتعادل 16-16،
وإرسال جزائري استقبال من المنطقة الخلفية، إعداد وصاحقة تخبط في الحائط وترد مرة تانية ويصلحوا الخطأ لعبات الجزائر، وادي صاحقة تونسية واستقبال جيد جدا جزائري وعلى طول تخبط في الحلقة وتلمها لاعبات الجزائر، ونقطة نقطة هايلة جزائرية، نقطة هايلة جدا، كفاح في أرض الملعب ما بين اللاعبات في كل فريق. بقول لكم ميزة من ميزات هذه الرياضة أنها رياضة إنكار الذات، لازم الكرة تتناوب ما بين اللاعبات ثلاث مرات، وكل لاعبة تحاول تقفل الملعب سواء الخط الخلفي أو الخط الأمامي. رياضة جميلة، رياضة ممتعة، مفيش كلام. وإرسال جزائري من زهرة بن سالم، استقبال تونسي، وادي على طول بتلعب الكرة اللاعبة أعتقد بولينا هي اللي لعبت الكرة من غير ما تركز فيها، تخبط في الشبكة ويستمر الإرسال مع اللاعبة زهرة بن سالم لاعبة المجمع البترولي الجزائري. إرسال جزائري، استقبال، لا واضح جدا ان كارولين محتاجة تاخد برهة كده من الوقت خارج الملعب. ادي بص للمرة الثانية تطلع كورة، واحدة خبطت في الشبكة والتانية خدتها كده بجر وهي واقفة، انما ما جاتش معاها صح، ويتقدم الفريق البترولي الجزائري. ونروح للوقت المستقطع، اكيد طلبه محمد الطرابلسي التونسي قدامنا اهو. محمد الطرابلسي ومعاه مساعد المدرب انا التركي ومساعد مدرب اخر حمدي خدوس والمعالج منيا حسني. ادي النتيجه قدامنا اهي، تقدم المجمع البترولي على الصفاقسي 19-16 في الشوط الثالث. وادي اللاعبه ساره بالحسين، وارسال من زهره بن سالم اللي ما زالت واقفه على الارسال في اكتر من لعبه، وادي على طول سماتش، انما حائط صد هايل جدا من المنطقه الخلفيه، والكوره بتلمس لاعيبه الجزائر الشبكه، وعلى طول كابتن مي المكاوي بتدي نقطة للفريق التونسي. إرسال من جهان محمد والكرة تخرج خارج الخطوط، تبقى 20-17 لمجمع البترولي. الشوط الأول انتهى لصالح مجمع البترولي 25-23، والشوط الثاني 25-21 للصفاقسي. هل يا ترى ينهي هذا الشوط المجمع؟ بيعجبني دفاعهم القوي في الخط الخلفي، فارق كتير جدا، وادي دفاع قوي من ليبرو الصفاقسي، وساحقه تردها لاعبات الجزائر، وكوره من فوق الحائط صد، انما يستقبلوها وتلعب مره ثانيه وسماتش ثاني، ودفاع من الخط الخلفي جزائري، وادي على طول ساحقه جميله جدا جايه لها طايره من الخط الخلفي، تلعبها لاعبة الجزائر وتسجل بيها النقطة 21. ادي اهي ملعوبة بشكل جيد جدا، بتسجل منها اللاعبة زهرة بن سالم، وارسال تلعبه سارة بالحسين، ترد مرة تانية، استقبال وساحقة تونسية تعود مرة اخرى من قوة اللعبة لملعب تونس، وادي ساحقة اخرى، ودفاع قوي جزائري، وساحقة جزائرية، وتنزل في آخر الملعب وتبقى النقطة 22 لفريق المجمع البترولي الجزائري. سنة كده زاوية الكاميرا تجيب لنا نهايات خطوط الملعب عشان نبقى شفنا اللعبة. و22-17 يتبقى ثلاث نقاط للفريق الجزائري، هل يصمد ولا الوقت اهو طالب الوقت المستقطع محمد الطرابلسي عايز يوقف زحف الفريق الجزائري.
بدأت الصالة اهي هتمتلئ قبل بداية اللقاء في السادسة. اعتقد ان الصالة دي مش هيبقى فيها موضع لقنا. بس هل يا ترى هنبدأ الساعة 6 النهاردة؟ هو بنلعب في الفط في الشوط الثالث من المباراة. لو قدر يفوز بيه جمع البترول ويفوز بالشوط اللي بعده يبقى نقول كده المباراة انتهت. انما مش عارف هل المباراة دي ممكن تمتد لبعد السادسة. وادي على طول كرة جزائرية تستفيد منها لاعبات الجزائر وتصبح النتيجة 23-17. ماتش هايل. وادي الفرحة اهي من على الدكة. وسارة بالحسين ما زالت هي معاها الإرسال واستقبال. ومرة تانية من كارولين تستقبل الكرة وتعود مرة أخرى للفريق الجزائري. وليبرو تونس تقطع الكرة ترد مرة تانية الخط الخلفي الجزائري وإعداد جيد جدا وماتش ودفاع قوي. ترد مرة أخرى ومرة تانية سلام. دفاع مميز جدا من الفريقين في هذه النقطة. وتعود مرة أخرى إلى الملعب. حرص شديد من كل فريق إنه عايز يفوز بهذه النقطة. لسه الكورة في الملعب. واحدة من أطول الكرات اللي راحت وجت بين الشبكتين وتنتهي بأنها تخبط في حائط الصد التونسي وتصبح النقطة 24 للمجمع البترولي. أصبح على بعد نقطة مجمع البترول من إنهاء هذا الشوط لصالحه. وادي اهي خبطت في حائط الصد وتخرج بره الملعب. وطبعا ادي اهو هادي جدا المدير الفني. وسارة بالحسين تلعب استقبال من كارولين ترد مرة تانية سماتش تردها حائط الصد الجزائري استقبال وتخبط في الشبكة إنما تخرج وتبقى نقطة للصفاقس 24-18. إرسال هتلعبه خلود سمون استقبال من الحائط الخلفي. وادي الكرة ملعوبة مرة تانية. وكارولين ماتش هايل دفاع قوي إعداد إرسال وتنتهي ينتهي الشوط 25-18 لصالح الفريق الجزائري لتصبح النتيجة 2-1. اللي ما تابعش المباراة من البداية الشوط الأول انتهى لصالح مجمع البترول الجزائري 25-23. الشوط الثاني انتهى لصالح الصفاقسي التونسي 25-21. والشوط الثالث اللي شفناه دلوقتي ادي اهو طلعت لنا اهي النتائج تحت اهي 25-23 21-25 و25-18. دايما بننطق الفريق اللي متقدم الاول. انما شكل الصاله يفرح بشكل كبير جدا. اعتقد كده ان معمول حساب ان لو في جماهير لسبورتنج او حاجه، لان انا شايف في منطقه فيها جماهير النادي الاهلي ومنطقه تانية فاضيه خالص متسابه لو في جماهير للفريق الاخر. انما اعتقد هيكون في ازير لهؤلاء الشباب في الشوط او المباراه القادمه. اكيد هيضم حاجة حلوة جدا للمباراة، هيحسسونا بالمباراة. الجمهور دايما في أي رياضة تواجد الجماهير بيعمل نوع من الإثارة والمتعة في أرض الملعب من الأهات ومن التشجيع للفريق. بنشوف بعض الإعادات اللي بيجيبها لنا مخرج اللقاء في الفترة اللي ما بين الاستراحة ما بين الشوط الثالث والشوط الرابع. أسيبكم تستمتعوا شوية.
نعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، إلى أرض الملعب الصالة رقم 2 بمجمع الصلاة بمدينة نصر، حيث نلتقي معكم وأحداث الشوط الرابع من مباراة الافتتاحية للبطولة العربية رقم 19 للكرة الطائرة للأنسات، واللي بيستقبلها أو بينظمها النادي الأهلي. هذه البطولة اللي بيشارك فيها خمس فرق، هم زي ما احنا شايفين قدامنا هم مجمع البترول الجزائري والصفاقسي التونسي. يعقب هذه المباراة مباراة منظم البطولة النادي الأهلي ونادي اسكندرية الرياضي سبورتنج، ويتبقى الفريق الخامس شباب السودان. مباريات بتقام بنظام دوري من دور واحد، المباريات هتقام ابتداء من النهارده الاحد، والاثنين والثلاث هيبقى يوم الاربعاء راحه، ثم نستأنف المباريات يومي الخميس والجمعه، ويكون يوم الجمعه هو اليوم الختامي. حاسبكم تتكهنوا نتيجه 2-1 لمجمع البترولي على الصفاقسي. من يفوز بهذا الشوط؟ لو فاز المجمع تنتهي المباراة لصالح مجمع البترول، لو فاز الصفاقسي بهذا الشوط هنلعب شوط فاصل بين الفريقين، لكن الشوط الفاصل ما بيبقاش 25 نقطة زي ما شفنا هذا الشوط، بيبقى 15 نقطة. شفنا يمكن مركز مخرج المباراة على اللاعبة كارولين البرازيلية المحترفة، فريق الصفاقسي عنده 2 محترفات، بولينا الأوكرانية وكارولين البرازيلية. أيضا اللقاء القادم إن شاء الله هنشوف 2 محترفات مع النادي الأهلي. وعلى طول إرسال من المجمع اللي بيرتدي الفانيلا البيضة وبيلعب على يمين، وأول نقطة لصالح المجمع البترولي في هذا، لصالح أنا شايف الحكم مي يشاورت، انما اتحسبت النقطه للصفاقسي. نروح وادي على طول ساحقه حلوه جدا بتنفذها اللاعبه رقم 15 عائشه، ولا دي 8، دي رقم 8، رقم 8 اللي سجلت زهره بن سالم، والارسال مع رقم 12 دلال عاشور. دلال عاشور وخارج الملعب، خارج الخطوط، ونقطة للصفاقسي التونسي. إرسال مع الصفاقسي اللي بيتابعنا، بقى نقول له الإرسال بيتبادل، الفرقة اللي بتكسب النقطة هي اللي بتفضل تلعب الإرسال، الفرقة اللي بتخسر النقطة الفريق الآخر بياخد الإرسال. وادي على طول كورة سماتش أو ساحقة جزائرية، وتخبط الكورة في إيد لاعبة من الفريق التونسي وتخرج إلى خارج الملعب، وتصبح أهي خبطت في حائط الصد وتخرج وتبقى نقطة للفريق الجزائري. هتلعب عائشة مزمات رقم 15، الإرسال استقبال من المنطقة الخلفية، إعداد جيد، هذه مرة تانية ساحقة تخبط حائط الصد، واقف قدام منها اللاعبة بولينا بتحط إيديها في اللعبة اللي فاتت حائط صد، إنما خبطت في الشبكة وتخرج وتبقى لصالح الفريق التونسي. بولينا الأوكرانية لعبت الإرسال ومحاولة، إنما تلعبها من غير ما تركز فيها اللاعبة سارة بالحسين من فريق أدي هي سارة، إنما معاها رقم 6 جيهان محمد، وتبقى نقطة تونسية وإرسال تونسي. تلعبها بولينا ومرة تانية سماتش جزائري ودفاع قوي، انما تخبط في الحلقه اعتقد كارولين البرازيليه هي اللي لعبت الكوره، كانت في مركز 5 هناك، هي اللي لعبت الكوره خبطت في الشبكه وتبقى لصالح الفريق الجزائري. زهره بن سالم، ادي كارولين اهي، وادي الطرابلسي ومعاه كابتن انا التركي المدرب المساعد تسجل ملاحظاتها، وارسال جزائري استقبال، انما تخبط في الشبكه كوره اللي لعبتها
خلود صمود وتصبح النتيجة 4-4. ادي اهي 4-4. ارسال زهرة بن سالم مجمع البترول الجزائري، استقبال اعداد وضربة ساحقة ويستفيد منها الفريق التونسي. ادي اهي دور ذا كارولين لعبتها خبطت في حائط الصد وخرجت خارج الخطوط. ارسال مع جهام محمد من الصفاقسي، استقبال من المنطقه الخلفيه جزائري، وادي سماتش تخبط في حائط الصد وتعود مره اخرى وفي الشبكه للمره الثالثه والرابعه في هذه المباراه. تبقى لاعبه وهي داخله بتعمل السماتش ما تملاش الكوره في ايديها كويس فتخبط في الشبكه. ادي اهي شفنا اللعبه دي اتكررت اكتر من مره النهارده. ارسال مع جيهان تخبط في الشبكه وتروح النقطه للمجمع البترولي الجزائري. الصفاقسي متقدم بفارق نقطه، وساره بالحسين هتلعب الارسال لفريق جزائري، استقبال اعداد وساحقه انما معاها دفاع من اسفل وتخرج بره الملعب وتصبح النتيجه 7-5 لصالح الصفاقس. ادي اهو استقبال لفت الكوره وخرجت بره الملعب. ارسال هتلعبها كارولين، مميزه بارسالها، مميزه بارسالها بقول لك، بتعمل ارسال في مستوى بيخدع الخط الخلفي. مش أول مرة تلعب الكرة دي، عملتها أكتر من لعبة. وصلنا للنقطة 8 والوقت المستقطع الفني. هنستأنف بإرسال للصفاقسي كارولين. إنما الدور ده خارج الملعب. وبتعترض لاعبات الصفاقسي إنها لمست حد، إنما كابتن على طول مايل مكاوي واخد قرار حازم. وأدي بعثة الفريق السوداني موجودة معانا، وإرسال من ياسمين أودني، استقبال وإعداد وساحقة تخبط في الخط الخلفي وتبقى نقطة. أدي هي داخلة بمركزة أوي خلود صمود اللي عملت الساحقة اللي فاتت، وفاتت اللعبة من زهرة بن سالم. إرسال مع ريم ميساوي من الفريق التونسي، استقبال إعداد ساحقة انما تخبط في حائط الصد وتروح الكرة لصالح فريق المجمع البترولي. 9 الصفاقسي، 7 المجمع البترولي، والنتيجة 2-1 في الأشواط لصالح المجمع البترولي. إرسال جزائري، كهينة شعطوط تلعب الكرة انما تخرج خارج الملعب، ما لمستهاش أي لاعبة من الصفاقسي وتبقى نقطة لفريق الصفاقسي. 10-7. ارسال من نهال كبير، استقبال حول بقى لنقل الكره الملعب الناحيه الثانيه خدتها كارولين، وادي على طول سماتش بيطلع كويس قوي من خلود. تاخد بيه النقطة
ال 11 هل هنشوف شوط فاصل؟ اتوقع، لان الفريقين متقاربين في المستوى، وادي الكوره بتتلعب عايز اقول ما فيهاش تركيز من لاعبات الجزائر وتخرج خارج الخطوط وتبقى 12 7 لصالح الصفاقسي. واعتقد في وقت مستقطع بيطلبه الكابتن ياسين جلولي، شايف في نوع من التهاون شويه او في لاعب ساعات بيفصل، فهو حاسس ان اللاعبات محتاجين بقى ان هو ايه يوجههم، وهو طلب، هو ده دور المدير الفني خارج الخطوط لما بيشوف حاجه، لان خلاص كل لعيبه عارفه مهاراتها وعارفه بتعمل ايه وحافظين بيلعبوا ازاي، بيبقى هو ده الدور اللي يقدر يعمله في المباريات اللي زي دي المدير الفني. اكيد وجبه من الكره الطائره هنستمتع بيها على قناه النادي الاهلي بدءا من اليوم وحتى يوم الجمعه القادم، كل يوم مباراه الساعه 4 مباراه الساعه 6 مع استوديو من نجم كبير كابتن هيثم السعيد وملوك الصالات معاكم، بنستمتع بهذه البطوله وعلى طول اعداد ارسال جيد جدا ونقطه لصالح الفريق التونسي و13 7 مركزه قوي لاعبات الصفاقسي الان، ما هم مفيش قدامهم حاجه غير انهم يعودوا للقاء واتنين اتنين ويبقى في شوط فاصل، الا بقى لو بدات تفوق لاعبات الفريق الجزائري. وادي اهو كوره بتلعبها زهره بن سالم تخطف فيها نقطه، ممكن نقطه زي دي نقطه ورا نقطه تعود بالفرقه مره اخرى، فارق 5 نقاط ليس بالكثير في مباريات الكره الطايره. دلال عاشور هتلعب الارسال، ارسال واطي جدا و خبطت الكرة تاخدها بولينا ترجع مرة تانية وساحقة جزائرية تصل بالنقطة التاسعة اللاعبة كهينة شطوط. إرسال دلال عاشور، استقبال من الليبرو لفريق الصفاقسي، وادي خلود، والله الدور ده اللي لعبه الكرة مش خلود، الدور ده لعبها جيهان محمد وعاملة سماتش هايل جدا، خبطت الكرة في سارة بالحسين وتخرج بره الملعب. ادي خلود هتلعب الارسال، استقبال من المنطقة الخلفية فريق جزائري، اعداد سماتش استقبال مرة اخرى وكرة تسقط. يا سلام يا سلام، كارولين لعبت كرة هايلة جدا هايلة جدا، ده نقدر نقول ايه، خدعت حائط الصد، اهي بص طلعت خدعت حائط الصد، سقطتها، حاولت انها تستقبلها عايشة مزمات انما خرجت بره الملعب. وادي ارسال تلعبه خلود مرة تانية، استقبال وكارولين مرة والتانية، برافو برافو، انما اعتقد انها خبطت في الشبكة أو لمست الشبكة لاعبة من الفريق الجزائري وتصبح نقطة لصالح. أهي أدي قطعتها، هنشوف لمسة الشبكة وهي طالعة تلعب الكرة اللاعبة الجزائرية، ونصل للوقت المستقطع الفني والنتيجة 16 9 للصفاقسي التونسي. ادي جماهير النادي الاهلي اللي منتظره المباراه القادمه، لقاء مصري يجمع ما بين النادي الاهلي ونادي اسكندريه رياضي سبورتنج، ونعود للقاء مره اخرى. وادي محاوله جزائريه واستقبال تونسي، انما لمست الشبكه اللاعبه التونسيه رقم 15 نهال كبير، وتروح النقطة لصالح
الفريق الجزائري عائشة تلعب الإرسال استقبال من المنطقة الخلفية إعداد، إنما تخرج بره الملعب وتبقى نقطة 10 11 النقطة 11 للفريق الجزائري. مرة أخرى عائشة مزمات استقبال إعداد سماتش، إنما استقبال مرة أخرى وتعود الكرة، إنما لمست الشبكة لاعبة الفريق الجزائري وتصبح النتيجة 17-11 للصفاقس. إرسال تونسي استقبال سماتش، إنما خارج الملعب، لمست الخط، حكم قال إن هي لمست الخط وتصبح النتيجة 17-12. إرسال جزائري مع زهرة بن سالم، زهرة استقبال إعداد ساحقة جميلة 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 لعبتها اللاعبة جيهان محمد، تخبط في حائط الصد وتخرج إلى خارج الملعب لتصبح نتيجة 18-12 للصفاقسي. وإرسال استقبال أدي إعداد وسماتش جزائري وتنزل جوه الملعب، تنزل جوه الملعب بتسجل منها اللاعبة سارة بالحسين. ادي اهي كانت سارة مركز 5 بشكل جميل جدا وتسجل واحدة من احلى الكرات اللي اتلعبت، ورايحة هي اللي عليها الدور انها تلعب الارسال. سارة استقبال من كارولين وادي كرة خادعة عملتها حلوة قوي جيهان محمد، جاية من الخط الخلفي الكل متخيل انها هتخش بقوة، لا دي راحت خدعت الدفاع ولعبت الكرة تسقط وتنزل من خلف اللعبة. بعض الألعاب الفنية بنشوفها في اللقاء بشكل كويس. تعود كارولين مرة أخرى لإرسالها المميز، إنما الدور ده حسدناها وخرجت الكرة منها بره الملعب. 19 الصفاقسي 14 المجمع البترولي الجزائري، وإرسال جزائري استقبال وجوه الملعب لصالح فريق الصفاقسي والنقطة 20. شكلنا هنروح للشوط الفاصل. لمنص بدأ يقترب فريق الصفاقسي من الفوز بالشوط الرابع. واستقبال جزائري إعداد سماتش، استقبال سماتش مرة أخرى وتنزل جوه الملعب ونقطة جزائرية. النقطة 15 لصالح مجمع البترول. وإحنا معاكم في الشوط الرابع من اللقاء، اللي أول مرة بيعرف كرة طايرة بنقول له المباراة لازم يفوز فريق بفارق، يعني نقول 3 لأن المباراة من 5 أشواط، اللي بيفوز بـ3 بيفوز بالمباراة. كده النتيجة 2-1 لصالح المجمع الجزائري، وفريق الصفاقسي بيقترب من إنه هو يفوز بالشوط الرابع وتصبح نتيجة 2-2 21-15. وإرسال تونسي استقبال جزائري إعداد سماتش، انما تخبط في الشبكه والنقطه 22 للصفاقسي. زي ما قلت لكم شكلنا بنقترب من الشوط الفاصل، ادي اهي بتخبط الكوره في الشبكه وتبقى نقطه للصفاقسي. شكل ياسين جلولي طلب وقت مستقطع للفريق الجزائري. you
نعود وارسال تونسي، هنشوف هل هيوقفه فريق جزائري. الزحف، وادي على طول نقطة جزائرية. 22-16، ثلاث نقاط تفصل الفريق الصفاقسي على الفوز بهذا الشوط، وست نقاط الفارق بين الفريقين. وادي ارسال خبطت وخدعت، انما تعود مره اخرى، واستقبال جزائري وخارج الخطوط، والنقطه 23. بيقرب الفريق الصفاقسي. ادي اهو محمد الطرابلسي بدا يتنفس الصعداء، لان كان بعد خسارته للشوط الثاني كان قلق على النتيجه. وخلود تلعب ارسال، انما خارج الملعب، وتصبح النتيجه 23-17 لصالح الصفاقسي. ارسال من عائشه بوزمات، استقبال، اعداد، تعود مرة أخرى إلى ملعب الجزائر، إعداد، سماتش، ليبرو تقطع الكرة على طول مرة تانية، لسه الكرة نقل إلى ملعب التونسي، وادي تخبط مرة تانية، إنما تعود لكارولين وتلعب سماتش، تعود مرة تانية الملعب الجزائري وسماتش جزائري، وتخبط في حائط الصد، وتصبح النتيجة 23-18. هل لاعبات المجمع البترولي دي بدأنا بقى في ان هن يفوق يقول لك نخلص بدل ما ندخل في الشوط الفاصل وما نعرفش بقى نتيجته ايه، ممكن نخسر، وتعود مره اخرى وسماتش من كارولين واستقبال ونقطه، خلاص نقطه الشوط 24-18. شفنا بولينا عملت ايه، طويله مدت ايديها من فوق ال 2 متر 24 سنتي، وعدت الكره من غير ما تلبسها. وادي بولينا تلعب الارسال، استقبال جزائري، بعود مره اخرى ونقطه جزائريه 24-19. ارسال جزائري، تلعب الارسال، زهره بن سالم، وخارج الملعب، وتفوز لاعبات الصفاقسي 25-19. بتصبح النتيجه في الاشواط 2-2. ادي النتيجه قدامنا على اللوحه اهي، تقدم المجمع البترول في الشوط الاول 25-23، يتعادل الصفاقسي بفوزه في الشوط الثاني 25-21، ثم يتقدم فريق المجمع البترولي 25-18، ويتعادل فريق الصفاقسي بفوزه في الشوط الرابع 25-19. نلجأ للشوط الخامس اللي بتبقى نقاطه 15 نقطة، ولازم عشان فريق يفوز على الاقل تبقى 15-13، لازم يبقى في فرق نقطتين. طب لو وصلوا ل 14-14 تبقى النتيجه لازم تبقى 16-14، المهم يبقى فرق نقطتين لصالح الفريق اللي يفوز. انما المباراه من البدايه قلت لكم واضحه من شوطها الاول ان في تقارب في المستوى ما بين الفريق. ادي مجموعه من الاعادات اهو، مخرج اللقاء بيعيدها لنا من اكتر من زاويه ومن اكتر من كاميرا، ومستوتعين معاكم، ونسيبكم تستمتعوا لغايه ما نوصل للشوط الفاصل. مشاهدينا الكرام على قناه النادي الاهلي، you
سيبناكم تستمتعوا ببعض اللمحات الفنية في هذه المباراة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، في مستهل البطولة العربية 19 للكرة الطائرة للآنسات، واللي بيستضيفها النادي الأهلي اللي بتبدأ من اليوم 17 وهتنتهي يوم الجمعة 22 ديسمبر، وهنلعب الشوط الفاصل أو الشوط الخامس في المباراة. النتيجة 2-2 زي ما حضراتكم شايفينها على الشاشة، اسم الفريق التونسي الأول سي اس اس وفريق جزائري جي اس بي هو اللي تحت منه. 2-2 دي نتيجة الأشواط، والمنطقة اللي فيها الاصفار دي السودا دي هتبقى نقاط الشوط الفاصل. قلنا الاشواط اللي فاتت كلها كل شوط مدته 25 نقطه، الشوط الفاصل بتبقى مدته 15 نقطه. طبعا الشوط ده بيبقى فيه قرعه بيعملها الحكم ما بين الفرقتين، مين اللي هياخد الارسال. كان الارسال متبادل في الاشواط اللي فاتت، القرعه اللي فاتت ده لوحده بيبقى ليه قرعة من الحكم. وزي ما انا شايف اعتقد الفريق الجزائري هيبقى على يمنا لانه شايفهم خدوا الملعب اللي في اليمين، وهينزل الفريق التونسي على الشمال، والارسال هيبقى مع سارة بالحسين لاعبة الفريق الجزائري. وادي محمد الطرابلسي وحوار مع كابتن منى مروة حسني الحكم الثاني، وادي لاعبات الصفاقسي واضح على وجههم نوع كده من الابتسامة، يعني كأن احنا ايه مش قلقانين وهنلعب الشوط ده وهنكسب. بتبقى كده حاجات نفسية تبان، في حين ان انت ممكن تلاقي في لعيبة مثلا شكلها قلقانة من نتيجة المباراة، انما معظمهم لعبات دوليات عارفين. وادي اهي اللعيبة الأوكرانية المحترفة في الصفاقسي التونسي. ولحظات ونبدا معكم اللقاء. قلنا لكم قبل كده حكم اول المباراه مي المكاوي من مصر، والحكم الثاني مروه حسني ايضا من مصر. والارسال هنبدا ساره بالحسين فريق جزائري، استقبال اعداد تونسي ساحقه انما تنزل استقبال، وعلى طول نقطه للفريق الجزائري في البداية. ادي اهي لعبتها بمنتهى القوة اللعبة ياسمين أودني، ادي اهي ياسمين عاملة كرة ساحقة تخبط في بولينا في الخط الخلفي، ويعود الارسال لسارة بالحسين. طول ما الفريق متقدم اللاعبة اللي بتلعب الارسال تفضل على الارسال زي ما هي، وادي ساحقة من الخط الخلفي من اللاعبة جيهان محمد تسجل نقطة للفريق التونسي. حبان بقى قدرات اللاعبات اللي بقى نشوفه بقى معدل البدني شكله ايه، التركيز ايه، كل ده هيبان لنا في ال 15 نقطة المتبقيين في هذه المباراة. وعلى طول ارسال تونسي تعود وتخبط في حائط الصد وتنزل في ملعب الفريق الجزائري ليتقدم الصفاقسي 2-1، والارسال مع فريق الصفاقسي. ادي الكرة اهي بتتعاد لنا مرة أخرى، وسعداء لاعبات تونس بالكرة اللي لعبتها بولينا. وادي نهال كبير هتلعب الارسال، ارسال تونسي استقبال اعداد ساحقة وجوه الملعب بتلعبها على طول، وانما بتخبط الكرة وتصبح تقدم الفريق الصفاقسي 3-1.
وادي نقطة رابعة. 4-1 تقدم صفاقسي سريع كده. هل يا ترى بقى هيطلب المدير الفني الجزائري مظبوط؟ طلب الوقت المستقطع. دول 15 نقطة ممكن تفرق كتير جدا انه يوقف زحف الفريق اللي قدامه. وقدامنا لاعبات النادي الاهلي بدأنا بقى في الإحماء، ولاعبات أكيد اسكندرية ريال سبورتين كمان موجودين، وآدي دكة فريق التونسي. والناحية الثانية ياسين جلولي اللي طلب الوقت المستقطع، ومعاه مراد معلاوي مساعد مدرب وحكيمة بالحسين. وتعود لاعبات الفريق التونسي إلى أرض الملعب مرة أخرى، وتقدم للصفاقسي على مجمع البترول 4-1. الكرة مع نهال كبير تلعب الإرسال، إرسال تونسي، استقبال، إعداد، ساحقة جزائرية وتنزل أرض الملعب، والنقطة الثانية للمجمع البترول. 4-2 للصفاقسي في الشوط الخامس والفاصل في أولى مباريات البطولة العربية رقم 19 للكرة الطائرة للأنسات اللي بيستضيفها النادي الأهلي. ونقطة أخرى جزائرية ويعود الفارق لنقطة. بقول لكم لقاء متكافئ بين الفرقتين. وإرسال ياسمين أودني، استقبال، إعداد، ساحقة تخبط وتنزل أرض الملعب، وحطتها لعبتها كويس قوي كارولين، وتصبح النتيجة 5-3. والله اللي لعبت الكرة اللي فاتت دي جيهان محمد. أدي الاتنين لاعبات المحترفات على الشبكة واقفين عشان يعملوا حائط صد. وأدي بولينا بتمد إيديها وكارولين تلعب الكرة، إنما دفاع قوي من الخط الخلفي وسماتش هايل، ودفاع تونسي وسماتش، انما في الشبكة بتيجي من اللاعبة جيهان اللي جابت النقطة اللي فاتت هي اللي ضيعت النقطة دي. 5-4. بص طالعة اهي عاملة ارتقاء عالي جدا، انما تخبط في الشبكة، ودي سعادة اللاعبة الجزائرية بالنقطة. هتروح سارة بالحسين تلعب الارسال للمجمع الجزائري، استقبال، اعداد، وعلى طول تسقط الكرة حائط الصد الجزائري، قدروا من هم يخطفوا النقطة دي والتعادل. اهو حائط الصد شفت عملوا ايه، وهي نازلة على طول حائط الصد ووجهوا الكرة الى ارض الملعب. ارسال جزائري مع سارة بالحسين، سارة استقبال، اعداد، سماتش هايل، سماتش هايل اللي داخله بتعمله كارولين، وتجيب النقطة السادسة للصفاقسي. ادي اهو نقطة ستة، 6-5 للصفاقسي، انما المباراة نقط رايحة هنا جاية هنا، رايحة هنا جاية هنا، مفيش فريق بيفرق بفرق كبير جدا في اللقاء. وادي بولينا بتلعب الارسال، استقبال، اعداد، سماتش هايل، سماتش هايل، سماتش جزائري هايل بتدخل وبتسجل بيه اللاعبة رقم 8 زهرة بن سالم نقطة للتعادل. هنروح لغاية فين بهذا اللقاء؟ إرسال جزائري، استقبال، وسماتش بتعمله البرازيلية كارولين، إنما استقبال جيد جدا واعداد، وتروح الكره تتنقل مره تانية لملعب التونسي وجوه الملعب من كارولين. شايفه الملعب وهي طالعه بتلعب الكوره اللي فاتت، وتحطها من الجانب في حته كده صعبه مفيش لاعيبه تجيبها، وتصبح النتيجه 7-6 لصالح الصفاقسي. بقول لكم مباريات ملهاش موعد،
من المقرر ان مباراه الاهلي سبورتنج 6 احنا بقينا الساعه 6 ولسه بنلعب في هذه المباراه. وادي نقطه صفاقسيه، يتقدم الصفاقسي 8-6. بوس كارولين بدات تظهر ملامح الاحتراف عند هذه اللاعبه وسعيدات جدا بهذه النقطه، وتبديل الملعب وصلنا للمنتصف 8-6 للصفاقس. انما اللقاء مستمتعين بيه مفيش كلام، واكيد هنستمتع باللقاء القادم. شايفين جماهير النادي الاهلي بتستعد للقاء القادم، ونسمع بقى الاغاني الحلوه اللي بنسمعها من الجماهير الاهلاويه. وادي استقبال جزائري وكره من الخط الخلفي وسماتش هايل جدا تعود للنقطه السابعه وينزل الفارق لنقطه واحده. تعود للملعب مره اخرى اللاعبه ياسمين اولي، و8-7 للصفاقسي. من يتوقع الفائز؟ لن نستطيع ان نتوقع. وادي عائشه تلعب الارسال واستقبال خاطئ من كارولين، استقبال من كارولين اللي عملت اكتر من لعبه لفرقتها، بتضيع نقطه وتصبح بص شوف وهي واقفه مكانها ما نزلتلهاش، عشان كده ضاعت النقطه 8-8. ادي كارولين قدام مننا، وادي عائشه تلعب الارسال واستقبال من بولينا، انما حكم اللقاء كابتن مي المكاوي بتحتسب نقطه للصفاقسي. وكارولين المميزه بالارسال، ارسال قوي، بقول لكم مميزه بارسالها تجيب النقطه التاسعه. اهي لعيبه زي دي تقدر في النقاط اللي جايه دي نقطه او نقطتين تفرق بفرقتها كتير جدا. هو ده بقى الدور اللي بيلعبه المحترف لما يكون عنده نسبه فرق في المستوى اعلى من باقي الفرق. ارسال تونسي على الارسال، ما زالت كارولين استقبال اعداد سماتش، انما تعود مره اخرى الملعب واستقبال وسماتش هايل ودفاع قوي، وتعود مره اخرى وترد الكوره في الملعب الجزائري وترجعها لاعبات الفريق التونسي، ومره تانية وسماتش ومعاها دفاع قوي جدا من الخط الخلفي التونسي، ترجع مره تانية سماتش اخر جزائري ودفاع قوي من الخط الخلفي، والدور ده تطلع فين؟ لسه الكورة وسماتش آخر، محاولات وتنتهي الكورة، لسه ما انتهتش الهجمة، لسه هجمة مثيرة جدا، لسه النقطة دي مش عايزة تنتهي معانا، وعلى طول وتخبط وتخرج وتبقى نقطة للمجمع البترولي، و10-9. يا لها من مباراة، مش قادرين نتكهن مين الفريق اللي هيفوز بهذا اللقاء. لقاء يعني نقول فيه مستوى متقارب بين الفرقتين ومثير ومستمتعين بالمباراة. وادي النقطة اهي بتتعاد لنا اللعبة، وادي ارسال واستقبال تونسي ودفاع قوي جدا، وتطلع الكورة لاعبات تونس وتعود للخط الخلفي، تتلعب بحرص وتسقط الكورة ما بين لاعبات الفريق الجزائري، و11-10 لصالح الصفاقسي. بيقترب الصفاقسي التونسي، وادي ارسال استقبال اعداد وتخبط الكرة في الشبكة، والنقطة الـ 12-9 لصالح الصفاقسي التونسي. أصبح على بعد 3 نقاط الفريق الصفاقسي، والوقت المستقطع بيطلبه على طول ياسين جلولي المدير الفني
للمجمع البترول. ادي النتيجه قدام مننا اهي في اللوحه الالكترونيه في الصاله المغطاه بمجمع الصالات بمدينه نصر. ان شاء الله عقب اللقاء هنتابع استوديو النجم الكبير كابتن هيثم ونجومه وملوك الصالات لحين ما ننتقل للمباراه الاخرى. مباراة اليوم، المباراة اللي بتنتظرها الجماهير وعشاق النادي الأهلي في افتتاح المباريات ما بين لقاء مصري خالص الأهلي واسكندرية الرياضي سبورتنج. النهارده زي ما قلنا لكم بداية البطولة وتستمر معنا حتى يوم الجمعة القادم إن شاء الله، فدائما كونوا معنا على قناة النادي الأهلي. وادي مرة تانية والكورة إعداد جيد من لاعبات الفريق التونسي، إنما خطأ ونقطة لصالح الفريق الجزائري وتصبح النتيجة 12-10. سارة بالحسين، إرسال، استقبال، تمر، إعداد، إنما خارج الملعب والنقطة 13 للصفاقسي. يقترب الصفاقسي، يقترب الصفاقسي، وادي في اعتراض على اللعبه اللي فاتت، وادي حكمنا الدولي مايل مكاوي واحتسبت الكوره لمسين الشبكه لاعبات الصفاقسي فاتنقلت النقطه واصبحت 12-11 ومحاوله جزائريه انما بتخرج خارج الخطوط وتصبح النتيجه 13-11. زعلانة جدا من اللعبة اللي فاتت سارة بالحسين، أي نقطة بيقترب بيها الفريق الصفاقسي تقربهم من الفوز باللقاء. وادي إرسال، تونسي، استقبال، إعداد، سماتش، ترجع مرة تانية ونقطة، نقطة للفريق الصفاقسي. نقدر نقول النقطة المباراة النقطة اللي جاية إرسال وتخرج ولمست لاعبة من فريق الجزائر وتفوز لاعبات الصفاقسي التونسي بالشوط الفاصل والمباراة لتصبح نتيجة المباراة فوز الصفاقسي التونسي على مجمع البترول الجزائري 3-2. كانت نتيجة الأشواط الشوط الأول 25-23 للمجمع الجزائري، الشوط الثاني 25-21 للصفاقسي، الشوط الثالث 25-18 للمجمع البترولي، والشوط الرابع 25-19 للصفاقسي، والشوط الخامس الفاصل يفوز الصفاقسي 15-11. تقبلوا تحياتي على المعلق الرياضي علاء متولي، بشكركم وإلى اللقاء في مباريات قادمة على قناة النادي الأهلي، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.